في تصريح جديد وصف بالمتشائم، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان إن فيروس كورونا موجود ليبقى معنا وسيتطور مثل فيروسات الإنفلونزا الجائحة، كما أنه سيتطور ليصبح أحد الفيروسات الأخرى التي تؤثر علينا. كما شكك مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في قدرة النسبة المرتفعة من التلقيح وحدها على وقف تفشي الوباء، خاصة بعد ظهور متحورات جديدة من الفيروس. يذكر أنه في مايو الفائت توقعت منظمة الصحة العالمية أن الوباء سينتهي عند تلقيح 70% من سكان العالم بالحد الأدنى. وإليكم جولة سريعة على آخر الأخبار متعلقة بفيروس كورونا من حول العالم.